السلام عليكم الاحباب، الزول في الله، وان شاء الله تكونوا بخير بصحه وعافيه. تحيه كبيره لكم وكل كيما راكم اون ديريكت لايف من قناه المغاربيه. اليوم 9 اكتوبر 2024، وكالعاده حنتناولوا حصه وين نفتحوا فيها المكالمات ونخليو الناس تتكلم وتعبر وتعطي ارائها في الحصص، في المواضيع، في الضيوف، في كل ما اقترحناه. طبعا كالعاده نديروا مجموعه حتى احنا من المواضيع نحاولوا نتناولوها، ولكن نخليو الاولويه للتفاعل وللناس اللي تقدر تتصل بنا في الارقام اللي ديما تشوفوها تحت الشاشه. خويا المخرج، نديروا شوية زابينج باش نعرفوا واش صاير شوية في الأطوال، ومن بعد كنرجع. تفضل. السلام عليكم خوتي. سعر الاورو راه طلع اليوم، اليوم رانا لو 9 اكتوبر، تعطي لا 100 اورو يعطيك 2 ملايين و 510 الف، وباش تشري راه يدير 2 ملايين و 540 الف. هذا اللي نهار اليوم لو 9 اكتوبر. Des millions de personnes évacuées, des supermarchés dévalisés, voilà ce que l'on sait de la tempête du siècle, l'ouragan Milton. Cette nuit, la pire tempête du siècle, l'ouragan Milton, devrait s'abattre sur la Floride. Il s'accompagne de vents pouvant aller à 270 km/h et il est de catégorie 5, c'est-à-dire la catégorie la plus puissante dans la classification. Pour rappel, l'ouragan Helene, qui avait provoqué la mort de 232 personnes et fait plus de 26 milliards de dollars de dégâts, était seulement de catégorie 4. السلام عليكم. كامل تشفاو على فيديو تاع لابوم اللي درناه، فيه البركه هذه اللي طاحوا فيها زوج ولاد صغار، واحد مات وصاحبه الاخر قدروا يجبدوه، والشنطي هذا مده 30 سنه هو حابس. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله تتم الصالحات. النداء تاعنا راه وصل لما ديال البروجي بعد، وراهم ديما راهو يخدموا كيما راكم قاعدين تشوفوا. الشنطي راه عنده ايامات ملي ديما راهو يخدموا فيه، هكا باغي تنحى الاذى والخطر على الناس. قد ربي لو كان سوكوس، زنزله، لو كان كشما، كليسمون، الباطيمات هادو ما يهبطوش. ميم الكوطي هذا اللي منا ثاني الكليسمون ما يزيدش يقيس الطريق تاع الطاكسيات. هذه هي الفائده الكبيره، كي نكونوا بسلام، وحنا رانا كخاوه وكأمة مسلمة وكمجتمع محافظ لازم نتعاونوا على فعل الخير. هذه هي، ربي يقدر الخير، والسلام عليكم. السلام عليكم خوتي الاعزاء، كما تشوفوا رانا في جامعة سيدي عاشور هنا. ها هي، شوفوا خوتي في لابريبوس، ها هي مكسرة مدقدقة، موقف الحافلات هذايا، ها هو تاع سيدي عاشور، بلدية عنبة ولا مديرية النقل. اسك ما فهمناش والله، دوختونا، هبلتونا، حيرتونا في امرنا. لي زيتيديون والناس اللي يحبسوا من هنا كل عدت عليهم السخانة الصيف هذيك كاملة، من العام اللي فاتوا هي كيما هكا. وعلاه ما نحسوش ببعضنا خوتي؟ وعلاه جيسكا كون؟ قال القوري جيسكا كون، إلى متى نبقوا ما نحسوش ببعضنا؟ هانا في جامعة عاشور، سيدي عاشور، ها هي. لي زيتيديون يقفوا في النور في الشمس، مام الناس وسيلي يجيو يديبلاسيو مساكن يقفوا في الشمس والنور. ها هي هذه هاي مكسره من الريال، ها تشوفها مليح مكسره، وهذه ما كانش خلاها طايره. رجليوها بلديه عنابه ولا مديريه النقل، اكتيفيو شويه، خدموا شويه على روحكم، والسلام عليكم. السلام عليكم خوتي، الا بغيتو ربي يعاونوني في هذا باش نبارطاجوه للوالي ووزير الصحه وللرئيس الا باغي يسمعنا. هذه الطفله 48 عمليه درتها لها، ما كاش عمليه واحده درتها لها في مساليم، وهذه التاليه ما باش نديها في لومبيلونس ولا لوطو كبيره باش تروح ارونجي، ديتها فوق طابله باش نقلع لها الخيط ونبدل لها الباسما. الا بغيتو ربي يعاونوني باش نوصلوا هذا الميساج للمسؤولين. انا 48 عمليه درتها لها، ما كاش عمليه درتها لها في مساليم. الا بغيتو ربي هذه مساليم شي فيها فيها الزهو برك. نخدم شهر، انا ما نخدمش كل، ما عنديش شركه انا ولا عندي لقاء تالياني، لا قال اكل وراني رافدها، تشوفوا فيا بعينيكم. الله يرحم باباكم، هذه باش توصل نوصل نمشي والرياح، نمشي والرياح. الا بغيتوا ربي يعاونوني شوفوا باش توصلوها لهذا الميساج للوالي. ملي عيط علينا طفل هذاك قمنا الدقله، الدقله ما زدنا شفنا الخير لا في الدقله لا في حاجه واحده اخرى. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، عيطت عليها. هذه الساحة خسرت عليها الدولة دراهم. بعد لك المال السايب عارف واش يعلم. شوف شوف، دوك انت يا ارواح انت فهمني، هذه بلاصة يدخلوا منها الناس ويخرجوا، هذه راني صورتك لا منها، اني ما صورتك الجهة الثانية. يعني راك تشوف، ها شوف بعينك، شوف والله ما ترى تحارب العباد ولا تحارب الوباء ولا تحارب ما فهمناش، راك انت راك تشوف بعينك هذا الشيء دروك.
سبحان الله ضروري كنت تقول الحكومه هذه لا فوت الشعب. الشعب لازم يتعلم واش النظافه. شوف الله غالب. الجنوب الجزائري شو تقولي ليش كدير التفريقه بين الجنوب والشمال؟ خاطرش لا علاقه لها، راني نحكي انا عن الجنوب وتحياتي كاع للقطر الجزائري، يعني كاع القطر الجزائري. عندنا الذهب، عندنا الحديد، عندنا الفوسفات، عندنا الالماس، عندنا البقره الحلوب اللي هي البترول، عندنا التمور اللي تمشي للليترون، ومن هو به واليه عندنا جاتنا الملاريا. الملاريا يعني الوباء، هذا وباء يقول وباء ملاريا. وما عندناش مستشفيات مجهزه اللي تستقبل المرضى كمرضى ماشي كحيوانات. وتحياتي ما نقولوش تحياتي، نقول الله يشافي هاد المرضى، على خاطر نصهم راه راقد في الطريق، نصهم ما كانش ما دارين لا السيروم، نصهم راه في كل ورطه السبيطار. جانا فيضان فرسنا له في شهر، ومازال عندنا ثلاثه تاع لي بوم هرسين، كاين غير قنطره واحده اللي تخدم. ومازال دروك على بالك وحنا في 2024 دروك كي صرات الفيضان كاع واش كاين الناس راه تهود في الواد هكا تهود دق 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 باش تطلع الجهه اللي منين حتى المورا غلات على طاكسي. وحتى خوتي حتى الطاكسي خاف على الطاكسي خاف على طاكسيته، على خاطرش ما يقدرش يريسكي فيها في الحفاري، ما يقدرش يريسكي فيها في بوم هرسين من حقه. الوغ انا الحاجه اللي بغيت نفهمها غير الى متى، الى متى هذه قلل الودن طاشه ولا نقولوا حقره ولا سموها كي تبغوا، الى متى جالو بقد السخط ما عندهاش حقوق؟ جماعه الشيزه ما تبقاوش. السلام عليكم خاوتنا الاحرار والحرات اينما كنتم. اما بعد، اليابان تخدم الروبوتات وتستخدمها لصالحها، وامريكا تطور الذكاء الاصطناعي وتستخدمه لصالحها، وهولندا تصنع السيارات الشمسيه وتسوقها، الجزائر تصدر ابنائها الى الخارج وتعتقل من يعبر عن رايه. الحريه 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 لعبلق ماري، اليوم راها في 15 يوم مضربة عن الطعام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وربي يجيب الخير للبلاد هذه. السلام عليكم. ونقسم لكم بالله، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة عندنا ما ندير. فوالا يا الاخوه، كما شفتوا مواضيع متنوعه، العديد من لي سوجي اللي الناس تتناولهم في هذه الصفحات. كان اللي يتكلم على الاورو مازال في الانهيار نتاعو، ولو انه صاير دركا دوك يستقني والناس توالف ميه ب 2500 كيما نقول حنا 250 ولا اصور كيفاه يدور بين زيد له 40 زيد له 30000 والناس والفت. دوك ناس تفرح، كنت طيح منه 1000 فرنك تفرح، يقول لك والله بيان هو او زوز ملايين و500 يا خوتي متر في الدير. هذا شيء يعني واش حنقول، كيول صاي بوم حتم، بالاضافه الى كل الازمات الاخرى صاي درك يوالفوا بها وتعدي نورمال، وباللي الدينار هذا سومته والناس كل شيء ما تهدر. المعتقلين طبعا اللي حنزيدوا نحكيوا عليهم اليوم، وعايده عبله السيده عبله قماري كما عم بالكم راهي في اضراب عن الطعام 14 يوم يا اخي، راهي فوا فورد لا فورس باش ديرها في جو كيما داك وسخانه وكلش قوه، يعني ان شاء الله ربي يعطيها القوه وان شاء الله ربي ينصرها وان شاء الله السلطات يهديهم ربي تانا باش يشوفوا لهاد الناس اللي مازالوا يعني يقبعون في السجون جزائريين. دوك نشوفوا العديد منهم استدعاءات الى اخره. الوضعيه هاك تعرفوها الدنيا كيفاه مقرقبه تسمى الحفير والميمان وتويوات وكذا، تما وش حتحكي وش حتخلي. شفنا العجوز هذيك مسكينه ولا الطفله، خسبتها عجوز هنا، هي طفله مسكينه اللي للاسف يعني باباها ما جاش سبيطار في الولايه تاعو، دونك اوبليجي قال لك 48 عمليه، 48 عمليه عبر جا منها قدر يدير عمليه، وبالاضافه الى كل الامور هذه. ربي يكون معاهم يا خاوتي، ربي يفتح عليهم. نفتحوا احنا المكالمات يا خاوتي، بالاضافه الى كل هذه المواضيع تقدروا تعطيونا رايكم وارائكم، ومرحبا بالجميع. كما نقولوا ديما الانسان يكون برك في اطار الادب والاحترام وينتقد يعني، ولكن برك ما يطيحش انه الناس راهي تشوف فينا وناس وعائلات الى اخره. خويا المخرج، هل من جديد فيما يخص المكالمات من عند ابو عبد السلام؟ اول مكالمه، السلام عليكم ومرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله لطفي ولدي، ونسلموا على الطاقم نتاعكم كاع من أول إلى آخره، ونطلبوا إن شاء الله الصراح المساجين
المساجين تاع التسعينات والكل الحرائر والاحرار والجميع اللي راه مضرور وراه فيه 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 امر تاع حقره. نطلبوا له ربي يطلق سريحه ان شاء الله ونقولوا لهذا الشيء اللي راه صاري في البلاد. احنا مادام هاد الامور راه صاريه كيما هكا، هاد الناس اللي راهم يسيروا في البلاد واش ما عندهمش عينين؟ ما عندهمش اذنين؟ ما يستمعوا ما يبصروا؟ ما عندهم قلوب لتشع؟ ما عندهم حتى حاجة؟ حنا راني باغي نطلق واحد النداء للناس المخلصين، سواء في الداخل وفي داخل الداخل، نقول لهم إلا عندكمش أمر وفيكم بدرة من هذا الدين تاع الإسلام وراكم تحافظوا على هذا الوطن هذه، شوفوا كيف يديروا، ما نقعدوش هكا الناس راه تضحك علينا، الشعب راه يموت وهم راهم يزيدونا في القهوة وينقصوا فيها، محسوب زعما كاين القهوة هي اللي غادي ولا تزيد فيها هي اللي غادي تسير، التسيير هو الشفافية. القهوة من تزيد فيها ولا تخليها، سنعاودوا العام الجاي نعاودوا نقولوها، وشق الاخر نعاودوا نقولوها، ومور رمضان نعاودوا نقولوها، وهذا الغلاء وهذا الصوالح راهم داروها لنا راه صاري لها كيما ريسيتاسيون. احنا رانا باغيين نقولوا لهاد الناس يتقوا الله في نفوسهم، وهاد البلاد هذه ماتوا عليها شهداء ابرار، وهاد الشهداء غادي نخبرك حاجه، اقسم بالله العلي العظيم لو كان يعاود يحييهم الله تعالى ويديرهم فوق الارض غادي نخبرك حاجه، لا هاد الحكام لا حنا قاع يطيروا لنا ريشانا. علاش؟ لخاطر ما راناش في مرضات الله. هما داروا امر واحد الامر اللي داروه باش يعني يخدموا البلاد باش الناس تعيش رسالها مرفوعين، ماشي تغدر البحر وتموت، ماشي واحد يكون من لابوبال، ماشي الاخر مريض مسكين ما لاقيش في الصحراء نتاعنا، والاخر مغبون والاخر داير هكا. حنا علاش؟ حنا هادو غادي نخبرك حاجه، يتقوا الله في نفوسهم ويفضلوا الغبر على روحهم، ونقول هادو الالباب تاع الجزائر الاطباء والاكفاء والمحامين والصوارع وكل شيء، نقول لهم يا اللي فيكم يا اللي راه فيكم خير ما نخلوش البلاد تقعد هكا. رانا غادي نخبر حاجه، رانا في واحد الامر رهيب رهيب رهيب، اللي يبغى ينفض الغبر على روحه ويتحرك، ونقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. وعليكم السلام سي ابو عبد السلام، ربي يحفظك. نتحفظ برك على كلمه طير لسانهم هذيك كيما عندك سي عبد السلام، ما تتقالش في اللاطيليه لانها عنيفه جدا، و وقت في اولها ناس هم يشجعوا على هاك تعرف هاك فاهم، يعني خاصه في القنوات مثل هذه اللي تخضع للقوانين الدوليه. دونك كلمه كيما هذه يقول لك هم هواه يحرضوا، الله يهدينا ان شاء الله. نروحوا لخونا اسكندر من عنابه. مرحبا بك اخونا اسكندر. الو السلام عليكم. خويا لطفي لاباس؟ لطفي خويا اسمع فيا. نسمع فيك تفضل. لطفي خويا حبيت نقول لك البارح نشكرك، قلتي لي كي خفتي عليا وقلتي لي اسكندر نخافي عليك ما نحبكش تباصي وما نحبكش هدي، ربي يعيشك انا نصير خافي عليك كيما خافي عليا. بس حبيت نقول لك حنا كي نهضروا كيما باش نوعيوا الناس للشر ولا الحاجه تاع الخير برك، حنا فهمتي كيف ما ومش نيحان خرف اصلا انا فهمتي، يعني خسرت انا كي كنت في لابوليس كنت نسبل في الخدمه كيما نقولوا الخدمه تاع المشي ملاح الغالطه، كنت انا ما نحبش نديرها عجل حاجه غالطه تسمى تضر الشعب فهمتي، طالما كنت كيما كك بالرشده حتى نصرى لي مشكل توقفته من بس ما نحبش نضر الشعب، انا نمشي بالحاجه تاع الحق ولا ما كانش حتى حنموت ولا في جره البلاد والله ما خساره. انا عدنا كيما قلت البارح كي قلت ما تجبدش لونوم انت الشهداء، مش عيب نجبدوا اسم الشهداء اسم شهيد، بالعكس عند ربي وعندها قيمه. احنا ولينا كومبلكسي في الجزائر هذه العصابه عقدتنا وعقدت الشعب من كلش، حتى اسم الشهيد واحد يجبدوا تبان عيب ولا مش عيب، حاجه فخر كبير كيما نقولوا جدي شهيد وجدي شهيد، نفتخر به وفي الدم نتاعو هذيك ماشي انا بالجهاد في سبيل الوطن في الدم نتاعو نفتخر به ونعتز به، وكيما نقولوا احنا نجبد اسمه عادي خلاص جدي وربي جدي شهيد وربي يرحمه ونعتز ونفتخر به هو والشهداء كل. ونجبد لك اليوم على الحراقه اللي راحوا تاعنا تاع النابه، راه مازالوا ما بانوش لحد الان، مازال ما صرا والو ما كاين حد شيء حتى الطلبات. وهل السلطات يعني السلطات كش ما قالوا اسكندر السلطات كش ما قالوا عاد الحراقه تاع النابه؟ والله ما داروا حتى شي كذب في الكذب، والله ما حتى خرجت هضره اشاعات قالوا يخرج كوبتير ما كاين والو، يعني قاعد قدام البحر عشيه كامله قلنا نتغلم على ما جيت البحر كامله وقعد نشوف ما كاين والو، كل شيء كذب في الكذب. وشفتي حتى الطفله كاين الناس ما عندهمش باع الحكايه، يعني شفتي المراه مسكينه الطفله جان هي ماشي حاجه كبيره، طفله اللي عندها الدقس جان الدقس ولدها اللي حرق معاه هذيك بعد لطفي. ما نقول لكم
انا قلت هذه فاميلتها بعد يعني بنت خالتها يعني تسمى معرفه هي اونسانت هي اونسانت بالشهر الثاني فهمتي كيف ما هو مدي معها ولدها وعملت حساباتها كيف اللي يجيبوه لي فهمتي عندها ولدها اونسانت في عمره تسمى في شهرين ولدها الصغير هذاك اللي معها اللي قلت لك عليه في عمره 3 سنين 3 سنين مساكن 3 سنين الصغير هذاك ولدها في اونسانت هي بعد اونسانت بشهرين فهمتي كيف ما وما عملهمش بعد الناس بلي اونسانت لما لقيت لا انا قالت لي فاميلتها بنت خالتها قالت لي هي اونسانت اونسانت واحد ما عم باله وهم ديسباري لحد الان مساكن مصر راح اليوم عندنا الصوره ما عندك يحطوا لك الاخوه الصوره قول لي هذه هي باسكو شفتها في الفيسبوك اسكندر خويا هذا هي الصوره تاع الطفل تاع 3 سنين حطها خويا المخرج هذاك هو اللي عامل شعره ها اللي عامل شعره صغير هذاك ها لابس سروال عامل شعر وهذاك هو الطفل هذاك هو الطفل ام دخلوه يقرا في التحضير زعما العام هذا حيبدا تحضيري زعما فهمتي كيف ما مالا كيفاه مالا كيفاه حاله العائله تاعو اخويا اسكندر وكيفاه يعني فاهم راه في حاله في حاله شفتي اليوم لما ما يخدموش راس كيما نقولوا راجلها ما يخدمش قاعد في حاله يرتى لها عامل حساباتهم راح يروحوا شغل لهي كيما نقولوا تزيد كش ما تجيب لهي ولدها لهي يكتب ناسيوناليتي ومن وكيما نقولوا كاش ما حل لهي فهمتي كيف ما حاله ما عندهم والو ما خدمه ما والو واليوم سلفها اليوم سلفها اليوم راح لتونس عم بالي اليوم ركب لتونس راح بيزيد يسقسي لهي بس تحرق وخلاص شوكا وخلاص هي بعد هي اسكندر كان اللي يقولوا باللي خرجوا على تونس وتونس ديجا اصلا فيها حراقه ديجا جزائريين يعني محكومين منذ مدة يقول لك كون راحوا تم في السجن ما يخرجوش كاين هذيك صارت وقتها هذيك لطفيه وقت بن علي يا لطفيه هذيك وقت بن علي كما بدات الحركه بعد 2007 بدات تسمى كي بدات الحركه 2007 بدات في سيدي سالم بعد كنت نشوف فيهم قدامي انا هنا وقتها تقول مطار وبار هنا من الولايات الكل بلي سكودو هنا في البحر تما كاين ناس ياسر تحكموا وقعدوا مده طويله تما في الحبس 5 سنين وست سنين وبهذيك فاقوا بهم في الحبس تاع تونس وقت بن علي بس في الوقت هذا في تونس لحد الان ما صراتش هذه لوكا خلاها ما صراتش خلاها لطفي خلاها ودمك اللي تاع اللي راحوا اللي بانوا في تونس اللي قلت لك عليهم من البيت هذوك الثمانيه من الحراش حرقوا من القلعه هذوك بانوا في تبرقه وداروا حتى الفيديو هما لايف باللي احنا راني سي بون لقاوهم في تونس بس حتى احنا دمت عندنا 14 هذوك ما كاين حتى خبر راحوا ماليهم وكل سقف متركه في تونس لقاوهم باللي ما كاين والو ما كاين والو زاد السلف المراه هذيك بعد كيما نقولوا احنا عم الطفل هذاك زادوا يطلع اليوم في تونس بعد فهمتي كيف ما كاين والو صحيح والحكايه اسكندر تاع في البوني اللي خرجوا عندنا لي زيماج هذه صارت البارح صرت البارح كيما قلت لك انا صرت البارح تقفلت الطريق من الواحده حتى للخمسه وفي حي البرتقال في البلاد في حي البرتقال وسيت قفلت تم قفلوها بس كاين ربعه من 14 هذوك يسكنوا تم في حي البرتقال فهمتي كيف ما قفلوا الطريق داروا الربط داروا كلش قفلوا الجهه هذيك الطريق ولو بعثوا لهم لاسير تاع لينيتي تاع 10 بعثوها لهم من تم حي البرتقال بالفوضى ومن باش يحلوا الطريق وقفلوا تاع البوني اللي وين جميعه حتى للخمسه كيف من الخمسه بعديك كي شغل بعثوا لهم لينيتي تاع 10 هذيك من هنا باش بالقوه باش نحلوا الطريق وهل اخويا اسكندر بالك عن بالك هل كش ما استقبلهم الوالي ولا كش ما حاوس يفهم على فامي ولا والو 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 خلاص والو حتى تاعنا حنا تاعنا حبوا يروحوا يهضروا مع المير منا باش يوصل رساله للوالي ما حبوش يستقبلهم حتى المير تاع عند ويلا تاع بلديه البوني ده هنا ثم كاين تقريبا نجمو نقولوا 9 من البوني من هنا من البوني من سيدي سالم 7 تقريبا 7 حبوا يروحوا يهضروا مع المير من هنا باش يوصل رساله للوالي ما كان حتى استقبال والوالي ما استقبلها ما هضر معاه راحوا قدام الولايه يا اخي نهار الثاني بعد لو دو وقفوا قدام الولايه بعد يهضروا عاملين فيديو منا ومنا باك شغل يستقبلها ويدخلها ما قيمهمش خلاص والو داروا دي بوسيبل الكل كي شغل ولاو هما الخدامه لا مارين الكوموندو خرج طمنها بالكذب قال لهم درك نبعث القوات نشوف بعد 5 مرات لو 6 باش يخرج لهم الكوموندو قال لهم درك نبعث لبرا مش استقبلهم ولا حاجه كانه مش مالجيريان قال لهم درك نبعث القوات درك نشوف نبعث القوات تاع لا روشيرش زعما هليكوبتر ومن هنا ومن بعد كما كاين والو وقتها لو البارح هنا بحدانا انا وين جيت سيدي سالم هذيك خرجوا زوز وعايد هكا فلايك كيف مسخيره بالضو هكا سينيال ومن هنا خزرت معاهم قلت لهم لي قال وين قال فرتوا يبرتوا عندنا احنا في سيدي سالم هنا خزرت قلت لي فرتوا على السردين هذوما اللي فرتوا عندنا احنا نورمالمون يروحوا للفون فور مش يفركت من برك وقال لهم كوكتيل ما خرجوا كوكتيل ما والو كلش كذب حرقوا ماريا باش يرحم ماريا غلط كنت شوفها ما عرفت تقلب بخلاء عملت عجل الحكايه هذه خلاص شفتي ماليها كنت شفت يبكي وقدموا لوفيسي هذاك اوفيسي ولده منهم او يسكن هنا بعد هنا في سيدي سالم من عندنا اوفيسي زنجمار حتى هو في تونس نضرب من لوسانك هو في تونس نضرب ما روحش
وديما معايا في الفيسبوك يبعث لي يقول لي يا اسكندر راني مازلنا راني نحن نستناه وراني نستناه باش ما يهضروا معانا راني نستناه باش ما خبر والو ما قدرش يروح من الغمه فيكن فهمتي كيف ما يعني ما كاين والو عذاب 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 اخويا والله عذاب صدقني يعني حتى بيبعثوا سينكوبتير يبعثوا هذا من الدرعه البحر وتفرك الدرار وشاش ما كانش مش حرام والبحر هو بوطون دركا بوطون البحر وما كاين حتى ما كاين والو يعني حتى طرباكوبتير ما كانش واحد كون يجي بصح ما يترونجي تصرى له مشكله هنا مثلا احنا تونسي ولا تركي ولا مهما يكون حتى من مالي يموت ولا حاجه ولا يغرق في البحر دوك تتقلب دوك تخرج لا مارين بويسك هذيك النقطه تبان يديروا بها باس في الدول باللي احنا راني نعطيو حق ليزيترونجي ومن هنا ومن بس ولد بلادهم 15 واحد عادي خلا كانوا مسرح هادشي منهم واحد ملايكه انسانيه انسانيه ملايكه وامه انسان هو في عمره 3 سنين يا خويا دي كيف هذه عند الخوف عند شكرا اسكندر على الاقل اعطيتنا واش صار لانه نعم هدم خرجوا عندها 14 يوم يعني ما السلطات ماشي مهتمه بالقدر الكافي راي ارواح وفيهم بيبي وفيهم طفل وفيهم زوز نساء ويعني مالهم محيرين وما شافوش يعني سلطات لاتيا بالقدر الكافي ربي يجيب الخير ان شاء الله وزيد خايفين لا تخرج على تونس وعن بالكم كاين ديجا سجناء في تونس يعني حس ما يقولوا يعني هما حراقه لدركه ما خرجوش ولدركه يعني منذ 5 سنين وحنا نحكيوا عليهم كيما عن بالكم ولدركه هاد السجناء ما بان عليهم والو خافوا لا خرجوا على تونس لانه امبوسيبل ديسباري وكيما هكا في البحر والرادار ما شافهمش ولا سي علي من بلجيكا السلام عليكم يا خويا علي ويا لطفي السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك. والله بارك فيك خويا والله عبيد نهضر برك لطفي خويا والله انت مبارك على بالك نهضر هذه بعد ندخل في الموضوع ايماجيني لطفي خويا احنا تاع ربعينات لي زاني 90 كنا نفاجئوا بيك بالراب تاعك ودرك احنا وكبرنا ونفاجئوا مع خويا بعدك والله بارك الله فيك. الله يسترك اخويا العزيز. لطفي وش عبيد برك ندير الانترفوسو تاع بوتفليكا تاع تبون هذه. دركي هذا الرئيس يهضر غير على وحنا هذو الجاليه اللي عايشين بريزون في لا بلجيك اللي عايشين في الانجليز هذو ما يهضرش عليهم يهضر غير على تاع فرنسا وحنا اوني با كونسيرني ايماجيني نحكي لك برك لطفي خويا وحنا الكونسيرات تاعنا في بروكسل عباد تشوفها تقول سكوار اقسم لك بالله يا لطفي تشوفها تدخل تبكي تحير تقول هذه دوله تاع الجزائر تروح الكونسيرات تاع بروكسل حاشاك وحاشاك هذاك التواليت تشوف الميمان ايماجيني التواليت لطفي خويا بين النساء والرجال كاين تواليت يونيك دي فا اللي اون سيرفيس نقول لك انا ونحير وزاد وكانت بكري لطفي خويا كانت في كارتي شيك درك ونقلبوها قلبوها في كارتي اكسل هذا كارتي اكسل كارتي بوفر مع من تقول راك في ماطونغي تقول راك مع الكونغو هذوك في كارتي عيطوا له ماطونغي هذا ماطونغي كارتي تاع الكونغو تشوف اقسم لك بالله تدخل تيكي تدخل بارزون بلاط في خويا والله هذه ايماجين انت تروح هنا عند القوا تشري بوشي يعطيك تيكي تنادى لك ايما تروح لهين يعيطوا هكذا هيا 50 53 والعياطات الدراري تعيط انت لازم تقول له اسكت سي با بوسيبل ودي يحكي غير على الجاليه تاع فرنسا وحنا وني با كونسيرني كوميم حنا عندنا رانا في بزاف هنا تروح تجبد اقسم لك بالله يا لطفي وحنا ديفوا نسكنوا في لياجا هنا باش نديبلاسيو لبروكسل لازم تدي كونجي منا وديفوا يروح يقول لك او هذا اون بان او هذه اون بان تهريكه والله كاتاستروف خاطر انا شفت ديسكور تاع كاين على فرنسا بالجيريا كاينه بارت في الاسترالي وكاين الجيريا صح شكرا صح اخويا علي بارك الله فيك يا سي علي ربي يحفظك وشكرا لك مره جايه دي تليفون وصور لنا شوف التواليت فيه اسكو كاين صحه تواليت سبيسيال يعني عافاكم الله الاونديكابي ولا لا لانه حاس ما تقول انت دعوه حلال ياس خويا السلام عليكم من الجزائر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحييك يا اخي لطفي والحمد لله على كل حال ونحييو جميع الاحرار في الداخل والخارج ونحييهم ونقول لهم لازم تكملوا هذه الثورة السلمية إن شاء الله باش تتحرر الجزائر من كل العصابات اللي هم يحكموا فيها ونترحموا على شهداء إخواننا في فلسطين الحرة إن شاء الله ونقول لهم لا رجوع إن شاء الله لا رجوع الشهادة الاستقلال أو الشهادة أما يا أخي أنا عندي بركن وش تكلم تبون يقول لك باللي التهنئات اللي هنؤوه رؤساء
شغل انجاز. شوف وين لحقنا يا اخي، شوف اي حاجة يديروها شغل انجاز وحاجة عظيمة. هذه حاجة وحاجة تانية يا اخي، انا نقول باللي تاني قال لك باللي الذين عارضوا الجزائر للدخول في البريكس ما عارضوش الجزائر. الجزائر كبيرة، الجزائر غنية، الجزائر قوية بشعبها. عارضوا المسؤولين، عارضوكم انتوما، انتوما اللي على بالهم باللي راكو ضد شعبكم، على بها عارضوكم، ما تجبدش الجزائر. الجزائر كبيرة وحنا نحبوا الجزائر ونحبوا جيش الجزائر ونحبوا شهداء الجزائر ونحبوا الوطن. وبارك الله في اللي يحب الوطن تاع الصح، ماشي اللي يحب مال الجزائر. أما تاني عندي واحد المشكل يا أخي نتاع الأئمة، المشكلة الكبيرة في الجزائر هي مصيبتنا في ديننا، هم الأئمة يا أخي اللي ما يهدروش الصدق. اللي قال واحد فيهم قال لك لا تقلق، راح للزوالي وقالوا لا تقلق، ما راحش للمسؤول وقالوا لا تسرق، اخدم خدمتك، ما راحش للظالم قالوا حبس ظلمك على المظلومين، راح للزوالي قالوا اصبر على الظالم. هاي المصيبة في الجزائر وفي الدول المسلمة. لهذا نقول لهذه الأئمة ما تخافوش ربي، زعما ما تعرفوش وش راكو تهضروا، زعما بنيتكم راكو تنصحوا غير في الزوالي. على ما تنصحوش المسؤول الكبير باش يخدم الوطن، على ما في المنبر، في المنبر ديالكم، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش تنصح الأمة. انت راك تشوف الجزائر راهي الأخرى في الأمم، وشكون اللي يرجع الجزائر الأخيرة في الأمم؟ المسؤولين هما اللي حاكمين الجزائر، حاكمين الخزينة، حاكمين أموال، حاكمين كلش. على ما تروحش تقول المسؤول خدم خدمتك، على ما تقولش المسؤول على راك تسرق وتهرب في الأموال. يا أخي يا أخي كنتوا قاعد تبعوا في يحيى وحداد، يا أخي كنا نقول لكم هادو ما لصوص وكنتوا تتبعوا فيهم، والآن كي دخلتوا من السجن ولاو لصوص، وحتى هادو أيضا راهم لصوص. أنا أقول لكم لهذا يا أئمة، والله والله ستندمون يوم القيامة. واسمح لي على كل حال، وبارك الله فيكم، واسمح لي فيك. بارك الله أخوي الياس، ربي يحفظك، والله ربي يسترك أخوي الياس. تديما كلامك يأثر فينا أخوي الياس. نروحوا لدرك الخونة نبيل من إسبانيا. سي نبيل، اهلا اخويا نبيل. لاباس لاباس اخويا العزيز، مرحبا بك، تفضل اخويا نبيل. كش ما عندك اسئله تطرح عليا ولا لا؟ هاي روح برك. اليوم سمع تعليق نورمال ولا تعليق؟ لا اطرح علي اي سؤال نجاوبك. لا اخي سؤال برك اخي، راك بخير؟ هذا السؤال اخويا. لطفي تسونامي؟ لا مشني بخير، لطفي نكذب عليك، لست بخير، أنا لا أكذب. خويا لطفي، تسونامي يجي من البحر ولا يجي من الصحراء؟ يجي من البحر. احنا تسونامي تاعنا في الجزائر يجينا مرة من المرة دي. فهمني، معمر غبرة يردمك العاصمة ويردم المرادية ويطيشهم كل في البحر. فهمني، اكتب عندك بركة، راهي أيام معدودات برك وينفجر الوضع. وخوتنا هذوما اللي يدوا عائلاتهم هذوما، واش راح نقول لهم؟ اولا ترحم على اللي مات، وبرب ان شاء الله اللي قاعد حي ربي يرزقه. ربي سبحانه في القران الكريم قال: تلقوا بايديكم ولا تسالوا احسنوا فان الله يحب المحسنين. حبيتي تحرق اخويا ما تزوجش، خلاص روح سيري باتر ولا روح اسكي انت وخلي ولادك، وبعدك كينوب عليك ربي يدير لهم رقرق مفهوم يعني. بدي في ملايكات يرحم والديك في البحر. هذه نقص الوعي اخويا لطفي، هذا نقص الوعي والله. الناس قلقه برزقك، فهمني ولا لا؟ الله يهدينا. حاجه اخرى لطفي، حاب نوه لها برك بلي بلادنا ناقص فيها الوعي ياسر لطفي. انت ربي يبارك، راك تهضر بواحد لا ميثود، كان جو عندنا 100 برك لطفي، والله انا بيا انا الناس كنت وعد كل ولايه يحطوا فيها لطفي. ناقصه والله لطفي، ناقص الوعي يا لطفي يا خويا. شوف يا خويا، بس انا نعطيك مثال ونقفل به القوس هذا تاع الوعي. جات لي بلاصات هذاك ولا اي حاجه، الشعب تلقاه ينظف في داره والبر يطيش برك، فهمني، طيش برك، يخمج برك. ده دخله في الأنانية ونقص الوعي، بالرغم أني قلت لك أن الإسلام في الجزائر راهو في دخل لك في كلش، في الطبيب، وانت روح تلقاهم يهضروا بالدين، تلحق لابوليتيك يحط لك بوان، يقول لك آه واه ما دخلش لي الإسلام في البوليتيك.
الله يهدينا لطفي ويعدل الأمور، آمين. وسامحنا الشيخ لطفي، شكرا وربي لك أخو يوفقكم. عزيز، ربي يحفظك سي نبيل، شكرا لك، مليح ساعات تطلع علينا، ربي يسترك وربي يحفظك خويا المخرج. إذا كان مكالمات نواصلوا ولا نديروا شوية نعاودوا الحوصلة للفيديوهات، لأنه بالك الناس ما شافوهمش. نروحوا الفيديو اثنين، انه خونا اسكندر ساتوندي با راح يجبد لنا سوجي. نعم، هذا وش صرا البارح يا اخي، بعض الاحداث في عنابه في البوني. اكزاكتومون، تفضل. شوف شوف شوف، بدي يغني مع بيلوت. عندك دونك هذه الاحداث ما صارتش بين ليله ونهار يا خوتي. هذوما لي جون راحوا صافي قداهن يوم يهضروا بالعقل، يطلبوا من السلطات يديروا فيديوهات يهضروا بالتربيه وبالاخلاق، ويقولوا لهم يرحم والديكم، راهم الناس خرجوا، راهو مازال شويه الحال، ربما تريكوبيريهم، يعني حاولوا تخرجوا، حاولوا كذا. الى حد الساعه مساكن سي نورمال، واحد اخوك ولا ولدك ولا حاجه ولا جارك ولا سي نورمال، سي اومان كي الناس تتحرك. صافي دير الله غالب، الله غالب باش السلطات تتوله ليهم، هما ماهيش قصدهم يحرقوا البلاد ولا يفسدوا ولا، الله غالب قالهم غير هاد لو مويان باش يعبروا به. الاعلام تانا ساكت، علاه الاعلام ما تناولش قضيه هذا الحراقه؟ يعني حتى الاعلام يعني لوكال كان قادر يتناول ويفتح، يعني شيء غريب. نعطيكم مثال، انه شوفوا هاد لي جون يعني قبل ما وصلوا لهذا الشيء خوتي، العديد منهم داروا فيديوهات مثل هذه حتى في الانترنت. تفضل خويا المخرج باش الناس يعرف. السلام عليكم يا خالد، احنا جينا لهنا انا عند لاماري لهنا ترى بحر، او جينا عندنا خاوتنا مفقودين من نهار الثلاثاء. الماء من نهار الثلاثاء يا خالد، انا جينا لا درت مزيه على وجه ربي يشوفونا، ولا كرسينا خاوتنا صغار، خاوتنا ما ديسباري في الماء، او عندها منار قدامهم في الماء، ما سمعنا ملايكات صغار، ما سمعنا انا ما سمعنا عليهم حتى خبر. خاوتي يشوفونا، رحنا للمطار على الكوبتر، قالوا لنا روحوا لهنا، جينا لهنا ولاو هنا، قالوا لنا خطينا، احنا روحوا لليها ديروا لنا حل يرحم والديك. طالب السلطات بركة تعاوننا، خاوتنا نهار ثلاث ديمارا راهم عندهم دركة تقريبا ثلاثة أيام وهم في الماء، راحوا في 14 معاهم زوز نساء وبيبي في عمره 4 سنين. خاوتنا نحبوكم، بارطاجيو بركة عقد ما تقدروا، خليه يتوصل، خليه يتوصل خاوتي، يرحم والديكم، خاماتهم في حالة. رجينا لمارين نحبوا يعاونونا، ما والو قد يقولونا روحوا المطار، المطار يسيبوا الكوبتر تفركت على خاوتنا، ما كان حد شيء والو، هذا يبعث فينا لادا وك تشوف اخوي يلا بحر وطالع، ماذا بينا يتحركوا في اقرب وقت اخويا. ولاد عناب ان شاء الله تعاونونا، خاوتنا خاوتكم من سيدي سالم، من قصباري، حتى اللي في الطليان، حتى اللي قاعد يشوف الفيديو يبارطاجي، خلي بالك اللي قاعد يشوف الفيديو يبارطاجي، يعاونونا يعاون حتى بابال اخوتي، حتى بابال بركه ماطه. شفتوا يا خالتي، شفتوا يطلبوا في الإعانة، يطلبوا إنه الناس يعاونوهم، سلطات يعاونوهم، الإعلام يعاونوهم، مجتمع مدني يعاونوهم، اللي ما خرجوش بين ليلة ونهار وصرات هذيك اللي بنوا وكذا، باش تعرفوا باللي مدوا اليد وطلبوا الإعانة. ويعني بس باسي يا خالتي، ما كانش، ما كان نورمالمون داروا لهم حتى سيلول بسيكولوجيك باش يهضروا مع العائلات اللي تفقد، واحدة تفقد أختها، واحدة خالتها، واحدة كذا وناس. وشوفوا عندي لي فوتو أخويا المخرج، حاولت في الانترنت تبحث، لأنهم هم بني آدمين يا خوتي، كيفاه حتى الإعلام لا ينشر على الأقل صورهم؟ أنا شفت هذه صور متداولة، صغار كلهم صغار يا خوتي، يعني ما تجيش أنك ترميهم كيما هكاك ولا ما تجيش. طبعا لو فون دو بروبليم مش نحن نحكيو عليه اصلا وعلاه راحوا، لانه كون جاو عندهم مستقبل وعندهم خير وعندهم سلطه يعني زرعت في قلبهم الامل وصبروا راح تتعدل، ما نظنش انهم راح يهربوا من الخير. هذا سي ان اوتر سوجي جو ميم با لابوردي دوك، لانه لورجونس سي لازم
لازم يلقاوهم. عندكم الساتيليت، عندكم دي رادار، عندكم ليستوريك تاع الرادار، اكيد شفتوا بالبلون، احكموا لادات، عطاوكم الساعه اللي خرج فيها، اجبد من الساعه اللي خرج فيها دي فيا. لكن راح جهه تونس سورتو احنا مع لي كورون وكل شو عندنا قريبه بالك على القاله، روحوا ليه ليه اطلبوا اطلبوا جيبوه من تونس. ولهنا ندخلوا في مشكل اخر، لانه العديد من الجزائريين هذه نعرفوها منذ سنوات راهو قال لك محبوسين في السجون تاع تونس، والادله كاينه، وكاين من محكمه عندها عامين حطوا البيان تاعهم وقالوا باللي كاينين، والدبلوماسيه ما تحركتش، فهما خافوا على ذيك. قالنا اخونا اسكندر باللي واحد من العائله تاعهم راهو لهيه، باسكو ديك يسمع بهم لا دخلوا في السجن يا من عاش في الامان. دونك الناس هي تجتهد، السلطات مش بالقدر الكافي، بلك يتحركوا ماشي بالقدر الكافي، والا لجان ما كانوش يخرج. نورمالمون الاعلام لا راديو هدرت عليهم، نورمالمون الصحافه كتبت مساكن هلا. وشوفوا هذه الصوره تاع الطفل الصغير اللي تقطع القلب يا خوتي، ها تشوفوه يعني تقدرش حتى من باب الانسانيه. طفل صغير هذا نورمالمون بلاد كامله تحبس عليه، او روح او مسكين عم بالكم يكون حتى الماء، الماء لا تمبيراتور تاع الماء مسكين ما يلويهاش بلا لا ناج وبلا يعني هذا من باب الانسانيه. هذه نورمالمون بلاد كامله تتحرك كون جينا صح، يعني قلوبنا حي اجا الجيري كامله تتحرك. درك اذا راحوا جهه تونس لازم السلطات ما تسكتش عليهم كما سكنت اللي سكتت على اللي فاتت، ولازم توقف معاهم. دونك انا نتفهمهم لي جان، ربي يكون معاهم ان شاء الله، وربي احنا نتمنوا الخير لبلادنا، وربي السلطات تانا تستجيب والاعلام يستجيب، وطبعا الناس الكل يعني تحاول توقف معاهم بالشيء اللي كان. فوالا هذا الشيء حبيت نتكلم اخويا المخرج، لانها ارواح وما شفت حتى اعلام يحكي كيما هك، ما كان اي قناه تجبد وتخصص حتى 5 دقائق باش تحكي على ارواح تاع ناس في البحر. هل الخساره فيهم هذو 5 دقائق في قناه؟ هل هادو خساره فيهم 5 دقائق في النشره الثامنه تاع الجزائر؟ 5 دقائق برك باش تديروا يعني اعلام للناس كل، بلاك يشوفها الرئيس، بلاك يمد اوامر يخرجوا الهليكوبتر، بلاك يديروا الهستوريك تاع يعني الانسان ساعات راح يخرج من قلبه اخوتي لانقاذ هذه الارواح طوندون كي لي طون، انه مازال الامل ان شاء الله مازال باش يرجعوا. دونك فوالا اسمحوا لنا على كل حال، خديت وقت والاول مواضيع اخرى راهي تنتظر. سي مراد اسمح لي، اسمح لي بزاف طولت عليك. كريم سمح زعيم، الله غالب، الله غالب، القلب يهدر، الله غالب، الله غالب خويا، راك مسامح. معليش خويا مراد، جزاك الله كل خير. يا خويا العزيز نطلبوا تحياتنا للطاقم المغاربيه، وخونا ماروش وعبد الكريم خويا ابو هيثم نبلغوا لهم السلام. اما الزعيم مسكين راهو رغم انه مريض وراهو هاد اليامات هادي اليومين هادو راهو رايح البرج باجي مختار باش يدير ابو ماريا، ورايح البرج باجي مختار باش يدير لتما مع خاوتنا لتما يدير معاهم يضامن معاهم ويتبرع بالدم. جزا الله كل خير ابو ماريا، سبحان الله ربي سهل ان شاء الله وخلاص. والله يا لطفي خويا كان يهدر هذا من قبيله تاع خونا هذا نبيل من اسبانيا، حقيقة لا تدوا نفسكم إلى التهلكة حقيقة. بصح يا أخي الكريم نهضروا الحقيقة، هذا يعني هذا مريض ماهوش مريض، المرض ما مرض هنا، المرض اللي راهو هنا ماهوش، هذا راهو في كل عقله، في كل عقله إنسان اللي يلحق الدرجة هذه عرف بلي راهو في عقله ما عندوش هنا عيش كريم، ما عندوش باش يعيش هنا، راهو ميت اخي الكريم، حب يعيش السيد حب يعيش، هاي المشكل والراح. على بالنا بلي ما تديش نفسك للتهلوكة، بصح رانا في التهلوكة يا اخي الكريم، الناس راهي تهرب بها بولادها بالشيوخة بعجايز بنسى، الناس يتموت ومازال نزيدو تموت ومازال نزيدو نشوفو، مازال مازال خويا لطفي يعني راه يعني راح تحبس ما تحبش، الهدرة راهي هنا خويا لطفي. المشكل المشكل الكبير اللي راهو صار في الجزائر، يعني بلاد 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 غنية والشعب تاعها هارب منين؟ هارب من الخير يعني ما كاش منها، هارب انسان لاباس عليه ويروح يرمي روحه في النار ما كاش منها، تحتم التعليق خويا لطفي. رانا كي شغل في الحرب هذاك تاع العسكر واش يقول لك؟
يقول لك تي مارش وتي كراب، يعني ها تمشي تسلك ولا تقعد تموت. هذه هي الجزائر ولات تي مارش وتي كراب، يعني اي واحد مستطاع باش يروح او يروح، ما يلقاش وقت ما كاش الفلوكه. والله صدقني بالله غير يولوا يهربوا بلي بوي، يشري ماطلا وينفقا ويروح، يروح يقول لك نروح نعيش. هنا راهو ميت اخي الكريم، واحد اللي ما شبع كرشو ما يقدر يعيش، ما يقدر يتنفس، ما يقدر يهدر، ما الحقرة الظلم. يعني الانسان عاقل يروح يرمي روحه. نطلبوا ان شاء الله ربي يجيب الخير للبلاد والعباد خويا، ان شاء الله ربي يجيب الخير للبلاد. شكرا لك، امين، ربي يجيب الخير. هذه هي خويا، ربي يحفظك. شكرا يا مراد، وقلتها يعني ربي يجيب الخير لهذه البلاد ان شاء الله ربي يحفظها. سي بن شيحه من بلعباس، السلام عليكم، اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اخ لطفي لاباس، ان شاء الله تكون بخير. والله الحمد لله اخ لطفي. والله لا شي اللي قالها خويا مراد، ماشي الله يجيب الخير، الله يجيب مواليه الخير في هذه البلاد كاين الى يوم الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا يقطع خير في امتي الى يوم الدين. هاد الناس اللي محاكمين هاد، وخاصة أنا اللي نشوف فيهم الأئمة في الجمعة الخطوبة تواحهم في المنبر يزكوا في هذا النظام. لا يجوز الخروج عند الحاكم، ورانا ما يشحال كيما كشبا. لطفي خويا والله العظيم لا بنادم توت يا ربي، استغفر الله الرحيم. والله يعني كيما قالك راني نغلي من الداخل. هاي كشوف الامور دوك كيما هذا المهرجان اللي داروا فيه وهران، مهرجان فيه وهران، الناس قاعده تموت، الناس قاعده تحل ديجا غير من تما، غير من عندهم، غير من تما ذاهبون الى اين. تقول لي انت يا بلي هذا اللي يريسكي بعمره، شو الدافع؟ شو الدافع اللي وصله باش يروح يقضي يريسكي؟ شو الدافع؟ دافع شو هذا النظام؟ دير واحد انسان يدير منشور ولا يهدر كلمه الحق غير باش يتنفس هكا، غير باش يقول كلمه الحق يتنفس الحق. يا جي قضيه ولا واحد يدير منشور في الفيسبوك. وخاصه انا كما قلت لك اخ لطفي ديجا قلتها من قبل، تاع يا ربي في قابليق اللي عز الزنديق، وخاصه ائمه نوفيق هما بيناتهم مازال كاين تنسيق بالأئمة والحكام. وكاين واحد الدعوة اللي نقولها لطفي خويا، هذا الحكام ظالمين، لا من الشرطي، لا من الدركي، لا من الوالي، لا من القاضي، لا من الحاكم. قد وان شاء الله كيما قال لك عند ربي كاين حساب. شكرا لك عند ربي. ربي يحفظك يا سي بن جيحة، شكرا لك، ربي يسترك. خويا المخرج معنا جيهان. الو وي خويا لطفي، مرحبا بك، اهلا وسهلا جيهان. السلام عليكم، لاباس؟ سلام ورحمه الله، ان شاء الله تكوني بخير. الله يحييك. انا حبيت نهضر على زوج حوايج خويا لطفي. نعم دائما نهضر على الحراقه. درك هادو ما يبقاو يحرقوا كيما هكا خويا لطفي، انت تحرق وانا نحرق والاخر يحرق، والبلاد شكون يسقمها؟ هما مدى بهم النظام، هادو مدى بهم اللي جون كل يروحوا نقعد لهم تما خويا بالمرصاد. كيما قال هذاك الامباسادير تاع فرنسا، قال خاص الشعب يتحرك باش يسقم البلاد. هما مدى بهم تقعد لهم البلاد ليهم ولولادهم اخويا لطفي، صح ولا لا؟ واش حتقول لهم؟ لا خدمه لا يعني مستقبل. حتى ولا هنا يا خويا لطفي، هنا مهضروا في الواحد هنا وسيم راح قال لك راح يديروا هذوما اللي يحكموا فينا، يقولوا لهم ارواحوا هبطوا الحرقه تاعكم سينو نحبسوا عليكم لي فيزا انتم وسي. فهمت؟ فهمتك ايه بيان سور. وحتى هنا سي با ان سوليسيون كي تقعد تسوفري. وراح نحكي على التونسيه ديك اخويا لطفي. نعم
نسمع فيك التونسيه كاين زوج تونسيات واحده وعلاه ما هضروش معاها الحكومه نهضروا نهضروا هك وهك والاخرى راحت لسكيكده لابسه شورت وتشطح في الماء ومعاريه روحها فوق الكور وتشطح وكي حبت تدير اللايف لبست الحجاب وطيح في الدزاير نهضروا الحق الحق اخويا لطفي انني مع الحق انني نصلي ونخاف ربي انت كي احنا 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 الواحد تاعنا اللي يلبسوا تما لابوليس ما يدناولكش انا مراه مرداوني فوق الكور عيطت لهم راحوا يهضروا مع السيد انت لبسه الواحد الخمار وطيحي في البلاد قال لك الدبه جيفه ومصارنها حلال انتم تديو في الضو وتديو في الخيرات تاع الجزائر وطيحوا احنا حكي نروحوا لتونس على ما نهضروش في بلادكم احنا ولا انت تونس فيها الامانه بكري كان فيها الامان بن علي دركا ما فيهاش امان تونس قطعت هي نعم الأخ جيان هي تاع انك تهدر في بلاد على وتقول ما فيهاش الامال وتنتقدها بهذا الشيء ما يعني قانونيا ممنوع ما تقدرش تهدر وتسب شعب كيما هكا كي قلت انا مش قاضي تحقيق باش نقدر نقول لك يعني الحيثيات قد وما عنديش يعني لو رابور ولكن سيفري حسب الفيديو ما هذيك الطريقه ما تتقالش دونك سي بور سا كو كيما نقولوا موضوع لازمت له تطعف الحيثيات تاعو كل انا شخصيا ما نقبل اي واحد يقول باللي يعني يسب الجزائر داخل الجزائر ستو اذا كان مشو جزائري اما تنا انك تعتقل وتحكم عليه عام حبس في 48 ساعه سي دو بوا دو ميزور كيما يقول الانسان يحب يكون منصف يعني ربما لازم محامي ولازم كذا ولكن لا هذا لا ينفي وجود خطا كبير يعني انك تنتقد بهذيك الطريقه عادي قلت لك ماشني قاضي تحقيق باش نقدر نقول لك يعني الحيثيات ولكن انا متفهم شكرا لك على المشاركه كمال من امريكا اهلا سي كمال السلام عليكم لطفي مرحبا بك اخويا كمال والله يسلمك والله انا نعاقب بارابور هاد الحركه موت بيرسونيل مون سوي كونتر اخويا لطفي جو سوي كونتر كي بيرسون يعرض ولادو يعرض عائلته واحد يطرح انت كبير روح كما قال خويا تاع نبيل قال روح كي دير تاويل ولا كتب لك سي طيب دو اني قلت لك با فاسيل خويا خويا لطفي وانت على بالك هكا سي تري ديفيسي سي با ايفيدون كاين بزاف اللي جاو عندنا نعرفهم في امريكان ولا في كندا كاين بزاف اللي جاو لنا عاودوا هبطوا للبلاد سي با ايفيدون دونك بروند سو ريسك لا بور الي فير سي با لو بارادي والله ما هي جنة سي با البارادي دونك بروند لو ريسك ولادك صغار صغار وين على بالك دونك 4 ans 4 ans 5 ans البلاد ماش تقعد ان شاء الله هكذا علاش برولوري روح انت وخلي العائله علاش برولوري سي تري سي سيرتو دوك البحر ماهوش مليح حيتو لو بلو كون بروبليم شوف ميم دوله كي تعتاد كي تكون دوله قويه تعتدي على دول مسلمه ضعيفه ربي واش يقول لك واعدوا لهم من سطر من الخوف ما تونجاجيوش ما تروحوش ديريكت تحاربوهم وانتم ضعاف نو ربي يقول لك واعدوا لهم ما استطعتم من قوه بريبارتو باش تجات انت رايح لبحاركم سايتو بداي مع الدراري نو شي با داكور شي با داكور لو دوزيام بوين كي ما فريمون ديسو سورتو سويت سويت او ديسكور تاع الرئيس بون سي كو قطعنا الامل معاه كي سمعنا في ديسكور الى كونفيرمي الوحده الاولى والخدمه الى كونفيرمي بلي سافاريان سفير في الهضره تاعو في ديسكور كمان نسمع له يا اوكي اسبوار واش ربي يهديهم الاحزاب ماهيش على الاحزاب هذوك تاع بنغرينا وهذوك الحزيبات يعني هذا الاحزاب اللي كنكون نعرفهم ابو هذا سفيان جلالي لويزا حنون ولي زوطر ما نسيتهم هذاك تاع حماس تاع ما مش يهضروا نسيت اهدر واش خفت هذوك الحبس اهدروا تقوموا لكم انتوما مسؤولين الاحزاب كاين احزاب معروفه في الجزائر علاش ما تجوش تهضروا كاين بعض ابار نحي منهم تابو ونحي منهم تاع الامداد غراس تاع الامداد دايور يسعوا لي زون سيرفي ابار هاد الزوج ما كاش من الاحزاب خافوا كونوا في حوله يا رب اهدروا خافوا ربي سبحانه يا خويا هذا واش كنت حاب نقول ان شاء الله تحسن الامور ان شاء الله يا ربي والسلام عليكم شكرا لك
شكرا ليك خويا كمال، وبرك ما تنساش لي طاد سبري تاع واحد يقعد حارقه كمال او ميؤوس، خلاص يأس 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 خلاص، ومش كيف درك في واحد لا زون دو كونفور وين يخمم لوجيكمون براحه، راهو مسكين ميؤوس دونك ريزونمون تاعو صاي لوك اوت كيما يقول. خويا صابر خويا، اهلا وسهلا واد سوف، اهلا وسهلا اخونا صابر، الله يزيد فضلك، مرحبا بك، الله يخليك اخويا العزيز. ديما انا نشكو في الصحه وخلاص. انا والله شفت قطع لي قلبي السيد اللي هز بنت يعني مشي فيها في طابله يعني طبعا. سبحان الله يعني بلدنا وش خصنا يعني باش نولوا كيما هكذا يعني امبيلونس محترمه هكا فيها كامل المعدات تنقلها وتزها تبدل الخيط نحى الخيط ولا وش قال وقت صواني يعني لوين وصلنا يعني سبحان الله في مستغانم ماذا. أنا قلت البارح قلت لكم يعني في كي قلنا فوق تاع الطارف وبرك هذوك كيف ما راه لهمش راعيل تاع برج باجي مختار يعني لتحت يعني تخيل مستغانم كما قال لك هو راني جامي درت عمليه في مستغانم سبحان الله يعني ودي ولايه يعني في على مستوى الشمال قول له الواجهه البحريه يعني راك تقابل بها الدول تاع هذيك البلاد يجوا قادر يجيك سايح حتى ما يدور ولا يعني سبحان الله. وذاك السيد اللي هضرت معاه مره انا في طلع معنا في لايف اهل لايف طلع هو واحد من عنابه والله اعلم واحد من قالما كامل عندهم مشاكل مع اولادهم مع المؤسسات الطبيه كما نقولوا تاع المؤسسات العموميه والصحيه. والله نصحته ذاك هذا نصحته قلت له واحد النصيحه وربي يسمح لي قلت له نايا بنتك وحرق بيها لبرا اخرج خرجها لبرا قلت له وديه نفس زي قلت والله ما تنجح لك الله أعلم. هو اللي حكى قال باللي خرجها لتونس دارت عملية في تونس نجحت ورجعت تقرأ وقفت ونورمال عاد من الفرحة حكمها السكر. الله أعلم هو اللي حكى القصة ولا واحد أخر معاه الخطرة ثلاثة هم طلعوا مع بعضهم ويحكوا. والله تحير يعني خرجت لتونس برات مسكينة من الفرحة قبضها السكر زاد ولا ترجعت البلاد تقرأ طحت لهم في ليكول ولا هزدها مسكينة يعني وين راهي صحة هذه؟ شو من أقوى منظمة صحية هذه وين؟ تونس حداك هنا رانا نقدم مجمع الداوي هنا احنا عندنا في واتسوف راه اللي توجعوا درس ويروح اللي قلت تونس يداوي حد خايف هنا في الجزائر سبحان الله يا سيدي وين رانا وسطين؟ وكلمة أخرى نقول على جماعة عنابة ولكن ما قلت أنت طفل صغير الإنسانية أنك تتضامن معاه نورمالمون الجزائر كل تقلع الجزائر كل تنوض والمشكلة هنا راهو المشكل تاع الجزائر هو كل في هاد الكلمه اللي قلتها لطفي عبالك باللي كون جات يتقاس مؤمن في البلاد هذه يدعى له كل المؤمنين في البلاد هذه بالسهر والحمى والله العظيم البلاد هذه ما تميل كل راهي واحد ما حد ما يقدر يخترق الشعب ويدير فيه حاجه ولا يقدر يقيس واحد كما عبد الله قماري لا يطلق صراحه ان شاء الله اللي راهي في اضراب طعام 15 يوم يعني تلاحظ انك تكون واحد موقف ولا ناضت الناس قال ده النيف كيفها مرأة تدخلها ودير اضراب الطعام كيف يعني تحضر في كلمه الحق نجيبها هي ونجيبها هذيك اللي دارها سفيره الهلال الاحمر هذيك نجيبوا ما فيزوز كومباريم سبحان الله نقول بلادي سبحان الله اي ولا وصلنا الله يجيب الخير للبلاد سي لطفي والله العظيم انا وخلاص انني تقريبا وهذو الناس اللي تحرق مقواها راي باسكو راي خلاص شفت الموت انا في البلاد يشوف فيها بالبلاد باللي هو ميت يقول لك انا راح نحرق انا موت ولا نحيا هي انا ميت الناس كيما هكا كيما قال اخو مراد مش راح تحبس اي مش حابسه راك ننصح ونهضر وانا ما عاش ننصح انا كنت نقول له روح باسكو كنت تقول له ما تروحش يقول لك هذا هو أو مش يعطف صح راك تصبر فيه انا ما صبره ما نقولوش لا تقلق انا مش مجمعت لا تقلق يا بدي خلاص انا مين نشوف فيها خلاص الاحرار بقاو قلال ويهضروا والاكثريه كل اك عارف بلا ما نقولوا وصفوا فيهم ربي يجيب الخير وخلاص والاحزاب ما عادش مع الشعب. شكرا خويا صابر ربي يحفظك شكرا ليك ربي يسترك. والله ما عندي ما حنعلق صابر خويا قلت كلش الله يبارك. تفضل اخويا المخرج زيد اخويا المخرج سي رمضان اهلا وسهلا ان شاء الله تكون بخير فال علينا رمضان. الو اهلا وسهلا سي رمضان. السلام عليكم زول فلان زول الله يسلمك لاباس الحمد لله تحياتكم مشاهدين شكرا الله يهنيك ان شاء الله ميرسي بوكو. بون والله عندي بوكو تفوق تسمى كلها بزاف حد يزيدي ويتخلطط لي شوي
اون جروبو يرتي البارح البول 8 اكتوبر سيتي بون لامور نتاع الله يرحم شهداء علي لابوانت حاسيبا وي لبتي عمر ومحمد محمدي وقيل اسيس الله يرحمه كامل وكاين ميم البارح سان ايفينمون بصح هذا جامي ما يهضروش عليه خلاص لو 8 اكتوبر 62 يرتي علقنا الاعلام تاعنا في الامم المتحده فلوني صافي دير دوجور هذا دوجور هذا كني بريمون تما تقول بلي سي بون لانجيري دوله مستقله وحره علقنا الاعلام الور فوالا كو او سماو ميم لا جورني هذيك سي لا جورني دو لا ديبلوماسي او سي اون فات فوالا كو بون Le mois d'octobre, il y a en gros, il porte malheur l'Algérie. Bon, le 5 octobre 88, le 17 octobre, l'Irahmoum 61, Talas, Naïbiento, Maurice Papon, 18 octobre, Krim Belkacem, même Kamel Saoudi, l'Irahmoum, qui est le 5 octobre, même pas la chanson de Krobo. Sinon, نعاود برك توجو نعاود دي كونساي حرق هادو يرتفي شحال من خطرة ونا دوني نوتر اجمع نهضرو بالعقل او المنطق شوف يا لطفي مونسوين نتوما هذوك ديروا ايميسيون في المغاربية سبيسيالمون تكريتيكي وهذو الحراقة هذو كي نقول تكريتيكي ماشي حاب يقول غلطوا لطفي قول له راك غلط شوف يا لطفي عطيتك 70 اكزومبل قلت انا اون 94 كنت عندي 20 واحد باش يبدا يعيش لطفي حنا الارهاب يا لطفي بصح ما هربناش خويا او ماشي الجوع ولا او الارهاب او الريسان في السما بون خلينا ما نوليوش لا ام محمد ما هربناش نو حبي يقول نو ماشي نقول لك دير فيزا خويا خطره زوج سنك دي فوا ان شاء الله يعطيوك ما طولكش اعرف ربي شافك الخير يا 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 عبدي ريح خير ريح كاينين ناس في الفيوتشر دوخ هذا واش باغي برك ونقول لك مونسوي يا لطفي واش معني بيان وراح يدهشوا كامل الناس واش راح نقول مي الفو تفهموا المعنى برك هذو لي بارون لي دولتهم لي دي بيبي انا مونسوي لو بيبي هذا نهار يلحق 18 اون ماجور يفوت باباه اون جوستيس صافا اكزا اه دو كال دروا مون بيرس الديني في الريسك هذاك دو كال دروا تيواك فهمني يا بيبري ولا لا انا جو في با بارتي دو مون بير بون الله يرحمه ويرحمهم كامل بابا سالت بصح انا مانيش تاعك تاع ريسكي بيا محمد كاين ربي كاين امور بزاف سي سا كوا انا مونسوي فوتو اي كبار يقولوا بابا اي بارامور كيما لو فيلم تاع لي زوازو سو كاش بور مورير اي يقولوا اي بابا سيبرين تخممت عليا ومننا بصح نو بابا نفوت كون جوستيس باسكو تاع ريسكي بيا انا ان شاء الله برك تفهموا المعنى خويا رطفي والله ينصر البلاد والله يكون مع الزوالية والفقراء والله يرحم تاع الجنوب هذو ربي يسر هذا مثل بارك الله فيكم صحيتكم شكرا ليك اخويا رمضان ربي يحفظك ونحترم رايك وربي يسترك شكرا لكم كل يا خوتي على التفاعل تاعكم وعلى يعني كل هذه الاراء يعني عندنا ما نقول الله يبارك والله سيفري كسوجي تاع الحراقه لازمت له ديبا كبير لازم يومي نتكلموا عليه في الجوانب لانه ما تقدرش في حصه تحكي على زاويه واحده ان سو لونغل داتاك ما تقدرش تريزومي خاطي لانه كاين الحاله الاجتماعيه الحاله النفسيه الوضع بين دركا وبين بكري والريسك تاع ريسكي بروحك ويمي بصح تريسكي بولدك دوكا الدروا يعني تريسكي بولدك وانت اصلا ما عطاكش اوتوريزاسيون هو قالك ريسكي بيا الى اخره امور كثيره قبل ما يعني ما نخرج ما نقدوش ما نحكيوش واش صاير اخوتي اون باراليل يعني يعني خويا المخش عندي بعض الصور لازم نحكي عليهم عندنا خونا ميزو دابور هذا من عنابة معتقل رأي اخوتي يعني الاخبار اللي سمعت عليه انه جوستمون بعتوه الالجي وقال لنا ديجا خونا ابو ماريا تأجيل محاكمة المعتقل رأيي بن تركي عبد المنعم أمام قسم الجناح لدى محكمة سيدي محمد حتى نهار 3-15 أكتوبر ربي يفرج عليه إن شاء الله يا خاوتي عنا أيضا ولا أخويا المخرج حنحكي على معتقل الرأي شو اسمه ياسين من مؤسس العقبة لحبس الحراش قال لك هذا يعني والله غير ساعات كل واحد عنده قصة وتحشم حتى تهدرها في زوز سطورة يا خاوتي يعني كان يبعث رسائل ويتكلم ويقول اني انوسون يعني يقول عليا درت جريمه ولا حاجه صافي مالوكر ربي يطلق سراحه وربي يفرج عليه ان شاء الله عندنا ايضا من المديه
يعني النيابة العامة التمست تأييد الحكم الابتدائي في حق قندوز نادير، هذا اكتشف فيه مع أولاد، والمتمثل في 6 أشهر حبس نافذ و50 ألف كغرامة مالية. نطق بالقرار يوم الاثنين 21 أكتوبر. أخونا كان يحكي لنا على أكتوبر، حتى احنا أكتوبر وغير غير يعني لي رونديفو تاع الديليبيري كما يقولوا. هذا خونا من المدية، كيف كيف بعديك نروحوا لبجاية نورمالمون، ويا المخرج في بجاية تأجيل جلسة الاستئناف في حق آية العربي عمر. هذا أنا معتقد رأيي خوتي في قضيتين، حكم تاع 6 أشهر نافذ وغرامة مالية لكل قضية اليوم الأحد كيف كيف 20 أكتوبر. راك تشوفوا لي دات ورا بعضاهم يا خوتي، راه مسد فيهم واحد ورا واحد، وشوفوا الولايات يعني متعدة. نزيدوا نشوفوا تانا واحد أخرى من بسكرة، راك تشوفوا المدية بجاية عنابة. هذا تأجيل النطق بالحكم تاع معتقل الرأي سعدي أحمد كيف كيف يوم 2 14 أكتوبر. كيف كيف هذا أكتوبر شهر الاعتقالات وشهر الديليبيري يا خوتي. هذا ما كل نزيدو، معليش خويا المخرج نزيدو، خلي الناس يعرفوا يعني وش راهو صاير. هذا تانا بروفيسور من باتنا، ولاية باتنا، اعتقال بروفيسور دهيمي الأخضر، هذا اعتقلوه لول البارح من باريكا، وتفتيش المنزل ودخلوا الدار وكل شيء، حطوه تحت نظر تقديم امام وكيل الجمهوريه، ما عمرهمش حتى وقتها هدي ومن بعد يرحم. هذا سي ان بروفيسور تاعنا خاوتي في باتنا، بلا ما ننساو خونا تاع ورقله اللي ديما نشوفوه نتكلموا عليه تاع الجنوب، يتكلم على البطالين خونا كمال، وش اسمه يا ربي، بوشول، ولا بوشول كمال، هو والزميل تاعو ايمن حطوه تحت الرقابه القضائيه، حكمناه يعني حكينا عليه ديجا نهاري هضروا عليه ونهاري تلقوا صراح. وهذا هما كل يا خاوتي تيماجين، بسكرة، المدية، باتنا، بجاية، عنابة، ورقلة، يعني وش كاين وش كاين يا خوتي، خير ان شاء الله. كل دي جانا كشتهم بودا كبروفيسور برك تعباتنا شويه كبير، باقي كل يعني سي دي جان، وكل يعني كما قال سي تبون اعطيوني اسماء، ها نعطيناك سي تبون اسماء، فهمني هذا البروفيسور واش دار تعباتنا، فهمني بروفيسور كبير، ما سرق ما قتل ما كسر ما هذا، هذا سجن على جال راي، هذا يعتبر معتقل راي، ما سب ما عايب، ماهوش راجل تاع سبان ولا، ويدخلوا لدارو ويفتشوا البيت تاعو ويقلبوا الدنيا يا خاوتي باش تلقى وش. هاو بروفيسور راجل كبير، يعني كيفاه يا سي تبون يعني تقول بلي ما كانش معتقل رأي، يا اما ما عم بالكش سا سي غراف، يا اما عم بالك و سي بلو غراف، في كلتا الحالتين سما غير مقبولة. هاو كبير بروفيسور، مش مادي هذا تحبس ولا تاع جامعة وتدريس، كيف كيف كلهم صغار، كمال تاع ورقلة كيف كيف بحاح صوته بحاح، ميزو مريض تاع عنابة الجون هذاك مريض مسكين، دي تجرجر فيها انا ادي روح لألجي باش نعاقبك ونحاسبك. يعني كاين امور اخرى سي تبون، كاين امور اخرى، الناس راهي وتشوفوا فيه صغير بصغر، وتسمى مريض مسكين كان في الفراش ويحط الصور تاعو، ربي يشفيه ان شاء الله، هذا على كسر لا فسد لا والو. فنتأسفوا انه السلطه الجزائريه تنزل لهذا المستوى مالغري مشاكلها لهنا، الزيت تاع الفيدونج ما كانش، الزيت وخلطه كبيره، حط لي تيان خويا المخرج الفيديو هذاك تاع الزيت هذاك جوستومون رقم 13، خلي الناس تعرف وش صاير. تفضل. معلش حط لي وراها سيدي، ما حكيش على الزيت يحكي على الماء، عندنا كل شيء اخويا اهدر ماشي مشكل. على كل حال يا خالتي، على كل حال ربي يهدينا ان شاء الله وربي يصلح الامور يا خالتي، سينوكي ما عنده الحق يا مخرج لكم، نكمل كي بكا درك انا انه ليسانسيري راح. ربي يحفظكم الاحباب، شكرا لكم على المتابعه، وربي يطلق سراحهم، وربي ان شاء الله هذوك الحراقه يسمحهم خبر تاع خير هذه الايامات. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.